السلام عليكم. سعد الله مساكم كل خير يا شباب. مسهر. شو اخباركم؟ عساكم طيبين. شو اموركم؟ الله يعافيك. عساكم بخير. يقول أسوأ ما في العيش بعد أحبة وأوجع ما في القلب ألا تلاقيا، وأسعد ما في العمر لقياك بالذي تحب وإن كان اللقاء ثوانيا. كل شيء أو أغلب الأشياء لا تقبل قسمة على اثنين، خاصة إذا كانت الأشياء هذه متناقضة، لكن في لقاء وافتراق قبلنا القسمة على اثنين وكانت النتيجة براين. مساكم الله بالخير. نرحب متابعينا الكرام على فقرتنا لقاء وافتراق، إن شاء الله أنها تكون فقرة جميلة وفقرة ممتعة كما كانت سابقاتها. نمسي عليكم مرة ثانية ومسي على الشباب الموجودين. كان فيه مجموعة منكم ما هي موجودة ولا قليتهم؟ لا قلينا وفي بعض المستشفى. أيوة. الله يقومهم بالسلامة وأنتم فيكم الخير وبركة. منورينا اليوم ما شاء الله، مبسوطين وشوف ما شاء الله الحين موجود خلف. الله محييك يا خلف. الله يبقيك. ساعة مبروكة. طول عمرك، ساعتك أبرك. مثل ما تتوالى الأخبار المفرحة برجعة خلف. الله يطول. وصلنا كم بالوقف؟ وين سفراء الوقف؟ كم وصلنا؟ بعد جهد المتسابقين وجهد المشاهدين والمتابعين. نسبة. وصلت خليني أقول، خليني أبغى شيء ضبط كلام. أيوة. ما يقارب 56 إلى 54. 53% وصلناها، اللهم لك الحمد. تعدينا النص، هو يعني ممكن وصلت إحصائية، أنا ما أدري، هو أدرى مني، وبما أن سفير وقف يمكن تجيها المعلومات أكثر مني وبدقة أكبر. اللهم لك الحمد، وصلنا وتعدينا النص. كيف؟ على أبو غلاء. على أبو غلاء؟ أي خربت عليه المفاجأة. عند سفير وقف ولا يقصر أبو غلاء طبعاً، لكن اللهم لك الحمد تكاتفنا جميعاً مع مشاهدينا الكرام، وصلنا هالنسبة، وبإذن الله اللي وصلها 53 انها تكتمل وتكاتفنا جميعا. نرجو من الله اجر تذكيركم انتم وبالتكرم من المتابعين بالدفع او نشر هذا الوقف العظيم في بلد غالي علينا كلنا وعلى اسر من اخواننا ومن اهالينا اللي يضرهم ما يضرنا وما يضرنا ما يضرهم. طيب اليوم قبل نبدا الفقره، من تتوقعون الضيف؟ هاي خلف. أتوقع لهم أهل. أهلك؟ أنت ما قابلت أهلك يا خلف طلعت؟ لا قابلت هم بس يشتاقون بسرعة. هاقا. طيب يمكن أن اليوم رجعوك بسبة أن الضيوف أهلك اليوم موجودين صدق. ها؟ أهلي؟ أتوقع أنهم عادي حتى لو إذا بيجون. أحمد الشمري. ضامنين أني برايم. هم اللي بينزلون. سم. احمد يا رب نقول اهلك يا رب نقول والله لعله عسى وممكن يكون انت يا احمد ولا من هو ولا عويسي. طيب احنا بنشوف الان ولا من دوادمي. لا قجاب قالوا خلاص اهل يبري فقره وبكره برايم. طيب ودي الكنترول اذا كان الصوت مسموع نبغى نسمعكم.